اي واحد يمكن ليه يدخل في هذا المشروع، كيربي الفراخ ولا ما كيربيش الفراخ، باش تكونوا عارفين هذه القضيه هذه، ما عنده حتى علاقه بانك تكون كتربي الفراخ ولا ما كتربيش. ها هو مشروع مربح تقدر تدخل منه ما يفوق 25000 درهم في الشهر. 25000 درهم في الشهر ادخل بواحد المشروع اللي تقدر انت تبدا غير 30 درهم ولا 60 درهم، يعني البدايه ديالك هي اللي كتحكم في الارباح ديالك، والبيع ديالك هو اللي كيتحكم في الارباح. يعني الا بعتي واحد العدد تقريبا ما بين 30 40 50 حبه، بعتي 50 حبه في النهار، انا كنضمن لك غادي تربح 25000 درهم في الشهر. 25000 درهم، بعتي 50 حبه، بعتي قل اتربح قل، بعتي 100 حبه راك رابح 5 المليون في الشهر. ما كنضحكوش، تبع الفيديو حتى الاخر، بارطاجي دابا نيت ما خسر والو. تحيه الاخوان ديالنا، معكم اخوكم مصعب فلوق ملك البابا. كيف العاده الاخوان خوتي، قبل ما نبدا خديت واحد البابا وغادي ندير لكم واحد فيديو عليه ان شاء الله، واعر مدرسي كيهضر اللهم بارك. اجي اجي بابا، طلع طلع طلع، فرحان 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 فرحان. عربوسه عربوسه والسلام عليكم. تحيه الاخوان ديالنا وتحيه جميع المتابعين ديالنا، يعني داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن ان شاء الله. اخوان ديالنا اليوم اللي غادي نتكلم لكم على الجزء الثاني هو الحاسم ان شاء الله. اخوتي كنت تكلمت لكم على الجزء الاول على صفحه الفيسبوك، كيفاش اننا يعني نصوبوا السرنج ديالنا، يعني طريقه بسيطه وكتدخل لنا ارباح كبيره. واليوم اخوتي غادي نفصل لكم كل شيء، يعني كنت هضرت لكم على هذا المشروع هذا وقلت لكم غادي نتكلم لكم على الطريقه كيفاش تحصلوا على المواد وكيفاش تركبوها، وغادي نزيد نعطيكم بعض الحسابات باش تعرفوا شنو هما الارباح، ولا نسبق لكم الحسابات وعاد نوريكم الطريقه كيفاش تركبوها، لان كلشي كيبغي يعرف الارباح عادي يشوف واش يدخل في المشروع ولا لا. المهم هادي كنعرفوا حنايا الاثمنه اللي هضرت عليها في الفيديو اللي فات، ان هذه كتعمل 2 دراهم ونص، وان الصنده هذه الصنده ها هي الباكيه ديالها، الصنده هذه كتعمل 18 دراهم 17 دراهم، كل واحد بشحال كيبيع، يعني درهم ديال الفرق، يقدر تلقى درهم ديال الفرق ولا 2 دراهم ديال الفرق. نفس الاثمنه وخطايات مختلفين. نهضروا على الارباح، الارباح نشرح لكم الارباح يعني شحال تدخلوا، ديك الساعه عجبك كمل الفيديو باش تعرف كيفاش تصاوبها. اللي بغيت نزيد نقول لكم اكثر، اي واحد يمكن ليه يدخل في هذا المشروع كيربي الفراخ ولا ما كيربيش الفراخ، باش تكونوا عارفين هذه القضيه هذه، ما عنده حتى علاقه بانك تكون كتربي الفراخ ولا ما كتربيش. ثاني حاجه ارباح، انا قلت لكم هذه ب 2 درهم ونص وهذه كطيح ب 18 درهم، باش ما نطولش عليكم بزاف. خوتي هذه كتعطينا 5 السرنجات، يعني 5 ديال الجلدات، ولا خمس ديال الجلدات من هادو، خمس الاجزاء، يعني خمسة اجزاء كتعطينا، وكنحتاجو خمسة من هادو. كلشي شبر ستيلو وورقة، يلا كلشي الاخوان يشبر ستيلو وورقة باش تحسبو مزيان، باش دابا غادي تعرفو واش تكمل الفيديو. وما تنساوش الاخوان بارطاجيو بارطاجيو دابا نيت بارطاجي، ما تخسر والو الا بارطاجيتي. وهادشي هذا كامل رباح، يعني اللي بغيت نوصل لكم اكثر، انا بغينا بعض الاخوان اللي ما لاقيش طرف الخبز من يجيبوه، ها هو السبب، كون لكم عي سبب الاخوان ان شاء الله. شحال ما بعتي مزيان، انا نعطيكم عي الحساب. كلشي شبر ورقه ستيلو، كنظن دابا كلشي شبر ورقه وستيلو، وكلشي يعني شبر ورقه وستيلو، ولا اله حاسبه ولا التليفون ديالك. غنحتاجو خمسه من هادو، خمسه من هادو، خمسه من هادو. هي شحال كتجي؟ 2 دراهم ونص اخوتي، غنحسبو بالخشيبات، 2 دراهم ونص في 5 كتعطينا 12 درهم و50 فرانك، نقولوا سيدي 13 درهم، نقولوا 13 درهم، متفقين اخوتي؟ نقولوا 5 من هادو كيعطيونا 13 درهم، واخا، زائد 13 درهم الاخوان، زائد 18 درهم، انا خديتها ب 17 درهم هادي، المهم ان نقفلوها نقولوا هاي خديتها ب 17 درهم، اغلبيه يلقاها ب 17 درهم، جينا 30 درهم، 17 درهم على 13 درهم شحال كتجينا؟ 30 درهم، 5 من هادو، 5 من هادو غادي يعطيوك، اسمعني غادي يعطيك 70 درهم ديال الربح، يعني 30 درهم غادي تعطيك 70 درهم ديال الربح، يعني بلي غادي تبيع وتشبر في يدك 100 درهم، 100 درهم غاتشبرها في يدك
عندك 70 درهم ديال الربح، يعني الاضعاف في جوج د المرات زائد واحد النسبه 70 درهم ديال الربح. واخا هذه هي خمسه الحبات، قول لي انا بشحال غادي نبيعها ولا بشحال غادي تبيع، انت حر. انا كنبيعهم اخوتي كما قلت لكم، كنبيعهم 50 درهم، كنبيعهم 60 درهم، بيع 70 درهم على حسب يعني داخل فيها الترونسبور ولا ما داخلش فيها الترونسبور. بيعها ب 25 درهم وتقدر تبيعها بثمن الجمله، بيع الاخوان ديالنا بثمن الجمله 25 درهم. 25 درهم اخوتي الا بعتي 30 حبه دزتي مشيتي عند فين غادي تبيع، انا نزيدكم كتجي كامل فين غادي تبيعوه، غتمشيو عند المحلات، محل غتمشي عند المحل تقول له فلان انا خصني نبيع هذه وتشري مني السورق، غتشريها منه وتبيعها له ب 20 درهم، هو غيبيعها بكثر ب 40 30 درهم، غيربح فيها 10 دراهم، يعني السلعه واجده وغادي يربح فيها 10 دراهم. من هذا المنبر الاخوان اللي عندهم المحلات خليو الدراري تاكل معكم طرف الخبز، انا عارفكم نتوما تصاوبوها، يعني لو بغيتي خلي واحد ياكل معك طرف الخبز. وخوتي الا ما لقيتوش محلات، انا نزيدكم حاجه اخرى، ما لقيتوش محلات فين تبيعوهم سهله، دخلوا الجروبات عملوا عمل دير الونس، يعني دير واحد الاشهار صغير، بارطاجي واحد التصويره خوتي اللي بغى السورانك في نفس المدينه ديالي ها بشحال، واللي بغاها خارج المدينه غيخلص عليه الترونسبور ليفريزون ديالها، متفقين اخوتي؟ انا قلت لكم الا بعتيها مثلا بعتيها ب 25 درهم وبعتي 10 في النهار، 10 في النهار 25 درهم ضربناها في 10 250 درهم، كنحيدوا منها راس المال. بعتي 10 الحبات غتبقى لك 190 درهم، هاي حسبناها 190 درهم سهله، يعني سهله، حنا كنحاولوا نحسبوا معكم بالخشيبات. 190 درهم غادي نضربوها في 30، 190 درهم غنضربوها في 30 كتعطينا 5700 درهم، يعني الا بعتي هذه كنقول لك 10 الحبات في النهار، ما بالك تبيع، انا كيجيبها بعض المرات كنقدر نبيع 30 حبه 40 حبه في النهار. كاين الناس الاخوان عندها طفرة انها واعره بزاف واعره. دابا اخوتي يعني كل ما بعتي العدد اكثر كل ما ربحتي بزاف، يعني الا بعت بحاول تبيع 10 الحبات راك رابح 5700 درهم خلصه ديال ماشي موظف، ديال جوج الموظفين تقريبا تقريبا، ولكن اخوتي تقدر تطلع المبلغ ديالك حتى 25000 درهم حتى 30000 درهم على حسب العدد اللي كتبيع، فقط بيعها ب 25 درهم ولا 30 درهم مثلا، تحسبها ب 30 درهم، الا بعتيها ب 30 درهم راه ارباح مضاعفه. غنوريكم كيفاش تصاوبوها بالزربه باش ما نطولش عليكم. دابا نيت كناخذ واحد السورين، ها هي واحد القضيه الله يجازيكم بخير، الا مشيتي تاخذ هذه مع عند الفارماسيا حاول تفتحهم وعطيهم ليها باش ما يضيعولكش في الدار ويصدقوا مسيبين في الزبل ويدخلوا شي واحد في يدو، الله يجازيكم بخير. اولا خبعوهم شي بلاصه ما تسيبوهمش، خبعوهم شي بلاصه، يعني خبعوهم شي بلاصه ولا عطيهم لشي فارماسيا ولا هذيك، ولا هذو ما كيتستعملوش، الله يجازيكم بخير. انا نوريكم غنصاوب خمسه دابا حداكم، خمسه غادي تصاوبوا حداكم دابا، ها هما انا ها جوج انا خوتي. الفيديو واخا كتبغي ما ديرش الفيديو طويل ما كتقدرش، لان الحاجه كتبغي تشرح نشرح لكم، كنبغيو نزربو ونشرحوا لكم من الالف الى الياء. بارطاجيو اخوتي، بارطاجيو الاخوان ديالنا خارج الوطن، ماشي ضروري ماشي ضروري عندنا هنا في البلاد. انا اخوتي خمسه السورانيك ها هما، هادو دابا ها هما جوج درهم ونص الوحده زائد هاد، غتقول لي كيفاش غادي نخرج، كيفاش غادي نخرج انا خمسه من هادي؟ بارطاجيو الله يجازيكم بخير لكي تعم الفائده، ماشي تاخذ الفائده انت بوحدك، حتى الا ما كنتيش هتستعملها بارطاجي، راه كاين واحد اخر واقف على هاد واقف على هاد الفلوس، واقف عليهم باغي يبدا شي مشروع ما لاقيش باش يبداها، وتقدر تبدا مشروع، تقدر تبدا ب 30 درهم 30 درهم 30 درهم تبدا مشروع. انا اخوتي اول حاجه كيكون عندها واحد الراس، ها هو شفتو، واحد الرويس هنا، هذاك كنحيدو ولا بغيتي تخليه حتى هو خدام، بغيتي مثلا تخلي واحد الراس هكذاك ماشي مشكل. انا نوريكم كان العبار ديال الصبع، يعني تقريبا غادي نقولوا واحد 10 سنتيم، 10 ديال السنتيم هانا، وكنقطع ناخذ هذه كنعبر عليها، شوف على شوف شحال تقدر، اما تخرج لك خمسه ولا تخرج لك سته، المهم ما علينا.
اولا تخرج لك وحده طويله. هذا قدانيش انا هاي على الاخوان ديالنا. ها خرجت لينا خمسه. ها خمسه شو ها هما خمسه سيليكون. المده باش غادي نصاوبهم هانتوما غادي تشوفوا. هتاخذوا يعني لاصق يعني كولا سبيسيال كما كتشوفوا كولا سبيسيال. غادي تاخذوا كولا سبيسيال وغادي ديروا واحد القطره في هذا الراس هذا. ما ديروهاش في في المنطقه الاماميه لا في المنطقه الخلفيه. هنا قطره ولا نص قطره ديال اللاصق وغادي نخشيو هذا. كيفاش غادي ديروا تخشي؟ كتشب نشبروه ونحطوه فوق منه ونوركم مزيان. هو صعيب في الاول باش صعيب في الاول باش نخشيو. ها هو وراه مزيان خصو يدخل هاد السيليكون. كل ما دخل في السرنج دخل فيها مزير كل ما مزيان. انا نوريك ها كتبقى تدور. هذه هي الطريقه باش تدخلوا انا باش تدخلوا هاد السيليكون اخوتي. كاين بعض الاخوان غادي يمشي عقلهم في شي حاجه اخرى. انا عارف كلشي كيضحك دابا. كلشي كيضحك عارف. انا الاخوان ديالنا كندخلوا حتى كيوصل القاع. انا اخوتي انا نقول لكم علاش هذه خدمه كتسمى الاتقان. الاتقان ضروري يا الاخوان ديالنا ندخلوا ندخلوا السيليكون في السورنج. انا اخوتي كنبقاو بهذه الطريقه هذه. ها هي واللي ما عندوش قوه ديال اللي ما عندوش القوه ديال الدفع ديال السيليكون في السورنج يحاول يدير قطره ديال زيت العود دهن سير يسير. انا انا ها السورنج كيفاش كتولي هاي. ها شو ها واخا تجبدها ما تخرجش واخا. غادي تقول لي شمنطايه هادي السيليكون. هاد السيليكون هادي ابتداء خدامه لكلشي طايه 14 من الاحسن اخوتي. انا نقول لكم علاش طايه ستوندار تخدم ابتداء ابتداء سمعوني طايه 14 اسمعني مزيان كتخدم ابتداء من ليزانس كالوبسيت الاحجام ديال الطيور اللي في هذا الحجم هذا. وانت طالع تخدم لك حتى الكابوني تخدم لك حتى البيبياس ديال الامازوني تخدم لك البيبياس ديال الاكولي تخدم لك البيبياس ديال اللوري تخدم لكم البيبياس ديال اليويو السنغالي اي بيبي ابتداء من الحجم ديال ليزانسيبارابل يعني الروز ولا الفيشر ولا الكوكتي ابتداء من هذا. الا بغيتي توكل الفريخات ديال البيروش طايه 12 متفقين اخوتي. كيفاش غادي تحصل على هذه؟ نحاول نزرب لكم راه طولنا في الفيديو. نحاول نزرب لكم اخوتي باش تحصل على هذا السيليكون غادي تمشي لعند الفارماسيا. غتمشي لعند الفارماسيا وغادي تقول لها خصني صوندا عفوا خصني الصوندا. الصوندا ها انا غادي نوريها لكم سكريني وتصويره ووريها للفارماسيا. خليكم معايا. هذه هي الصوندا ها هي هاي سكريني وهكذا وريوها للفارماسيا قول لهم خصني بحال هادي. ها بحال هادي شتيها بحال هادي بحال هادي هاي. ها الطايات هنا كيكونوا اخوتي اللي ما عرفش فين يلقى الطايه. ها الطايه هاي الطايه كتكون في هاد البلاصه هادي النمره هادي فيها الطايه 14 هادي الطايه 14 هاي الطايه 14 لاحظوا معايا اخوتي هادي الطايه 14. المهم حتى لهنا راه سالينا. المهم السرنجات كاملين غادي تخرج تاخذ واحد 10 20 حبه في يدك حتى ل 50 حبه راه ما خاسرش 60 درهم. خذ 60 درهم حنا كنخسروا فلوس ديالنا عفوا والو. خذ 60 درهم شركه صندات وعمل لهم يعني لومبالاج باقي لومبالاج ندير لكم شي فيديو اخر بالزربه حيت فيديو طويل شويه دابا راه تقريبا غادي يوصل لي يعني دابا بلا مونتاج اخوتي دابا نهضر معكم باقي ما درتش المونتاج واصل 16 دقيقه. كنتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم. حسبتوها وشنو واش بغيتو نخرجوكم من ديوركم باش تخدموا واخوتي. ها هو مشروع تقدر ديباني به راسك ماشي ديباني به راسك دير العاق. يلا تحيه الخوت كان معكم اخوكم مصعب ملك الببغاء. تحياتي.